أسعدتم صباحا سيدتي وسادتي، وأهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في صدى أقلام جديد، حيث نرسل فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ونبدأ من أهم العناوين. جاء في موقع الهيئة نت: في هجوم مسلح مقتل ضابط كبير في الشرطة وشقيقه جنوبي تكريت. ونطالع في المدى: العراقيون يطلبون من الناتو الإشراف على تدريب قواتهم الأمنية. ونتصفح في كتابات 100 صحفي تعرضوا لانتهاكات خلال تغطية احتجاجات العراق. ونطالع في الجزيرة نت: أنقرة تتوعد واشنطن بالرد على القرار الخاطئ. ونقرأ في العربي الجديد: أنقرة ترفض العقوبات الأمريكية وتتوعد بالرد. ونتصفح في القدس العربي: إسرائيل تقرر وقف نقل الغاز والوقود إلى غزة بسبب البالونات الحارقة. ونقرأ أخيرا وليس آخرا في الحياة: نتنياهو يحذر إيران من إغلاق مضيق باب المندب. أهلا بكم. الشعب لن يتراجع عن مطالبه التي سيرتفع سقفها، بحسب الكاتب فاروق يوسف في مقال بصحيفة العرب اللندنية، حيث يقول فيها: قطع المحتجون العراقيون الشباب سلسلة أفكار السياسيين في واحدة من اللحظات النادرة التي يلتقون فيها بسلام لتوزيع الغنائم فيما بينهم. في واقع من ذلك النوع يبدو الأفق مسدوداً، فالحكومة التي راهن السياسيون على سقوطها بسبب الاحتجاجات تحولت إلى خشبة خلاص بالنسبة للكثيرين منهم، ذلك لأنها صارت الواجهة التي تتلقى الصدمات، كما صار عليها أن تتحمل عبء البحث عن حلول مستحيلة في ظل رفض شعبي للحلول الترقيعية التي سبق وأن طرحت في أوقات سابقة. الحكومة منتهية الصلاحية والتي يرغب رئيسها في أن يعود لمنصبه لأربع سنوات أخرى لا تملك حلا للمشكلات التي خرج بسببها الشباب محتجين إلى الشارع. فمن أين تأتي بالكهرباء وقد تم إهدار أكثر من 40 مليار دولار طوال السنوات الماضية على مشاريع كهرباء وهمية كما تبين فيما بعد؟ لم تكن الحكومة العراقية يوما ما معنية بمسألة الماء الصالح للشرب عبر السنوات الماضية، إلى أن انتصر الملح فصارت أصوات المحتجين مادحة. أما على مستوى فرص العمل فإن الحكومة العراقية تعهدت بسبب ديونها بغلق باب الوظائف الحكومية. لن يتخلى حزبي العراق عن امتيازاتهم الفريدة من نوعها في التاريخ السياسي الحديث، هو ما سيدفع بهم إلى الذهاب إلى الأقصى في تمسكهم بكل ما فرضوه من قوانين سنوها من أجل الحفاظ على حصصهم من الثروة العراقية، لن يبقى منها شيء للشعب. لدينا عدة دورات انتخابية منذ سنة 2005 تنزع إعلاميا إلى بناء الديمقراطية معتمدة على صناديق الاقتراع للوصول إلى السلطة وضمن آليات انتخابية اعتمدت مرجعيات قانونية، ولكن أفرز لنا النظام السياسي الذي نحن فيه الآن سمات أصبحت متلازمة معه، أبرزها انعدام الخدمات وتدهور الأمن، بحسب الكاتب هادي عزيز في مقال له بصحيفة المدى. السمة الأولى العجز عن تأمين الأمن للمواطنين طيلة العقد والنصف عقد المنصرم. عجز النظام السياسي عن تحقيق الأمن للناس. إحصائية بسيطة خلال هذه الفترة للذين فقدوا حياتهم أو تعوقوا أو قيدت حرياتهم في غياهب السجون أو شردوا أو هجروا أو نزحوا أو همشوا وما ترتب على ذلك من آثار تتمثل في أعداد الأرامل واليتامى وبؤس الحياة.
كلها تؤشر حجم الكارثة التي خرجت من تحت عباءة النظام السياسي المفترض فيه العمل على حماية حق الإنسان في الحياة والأمن الذي اشترطه الدستور في المادة 15 منه، مع كفالة الدولة لحماية ذلك الحق والحيلولة دون المساس به. السمة الثانية عجز الدولة عن احتكار السلاح. انتشر السلاح بشكل غير مألوف خارج مؤسسات الدولة، وكثرت الميليشيات المسلحة بشتى صنوف الأسلحة بما فيها الثقيلة، حتى غدت تبتز الدولة وتتجاوز على المؤسسات العسكرية وتتمرد على أوامر الدولة، وأدخلت الناس في حالة الخوف والفزع المستمر منها، وتمكنت من البطش بمواطنين من دون رقيب أو رادع. السمة الثالثة عجز النظام السياسي بامتياز عن توفير الخدمات العامة كالكهرباء والماء والنقل الآمن، والتي مست حياة المواطنين رجالا ونساء شيوخا وأطفالا. ويضيف الكاتب: الدولة غير القادرة على حماية مواطنيها، والعاجزة عن لجم الميليشيات المنفلتة والمانعة للوصول الخدمات بما في ذلك الماء والكهرباء وغيرها من الخدمات، والخانقة لحرية التعبير والتظاهر السلمي، والواقفة بتحد ضد حقوق الإنسان، ما هي إلا دولة فاشلة استنادا لأحكام الدستور. نهاية نظام الفوضى السياسي في العراق متى سيكون؟ سؤال يطرحه الكاتب إبراهيم الشاهد في مقال بصحيفة الزمان العراقية، حيث يقول فيها أن نظام 2003 السياسي الذي نعيش عامه 15 في العراق يصلح أن نطلق عليه دالة الدلالة ومنطق لا منطق. تبقى متلازمة القدر في كل هذا واجبة الأخذ بالحسبان في أن نظام 2003 الفوضوي قد لا يجد رغم مصادر قوته المتراكمة فرصة للبقاء في العراق خلال 20 سنة القادمة، مع تعاقب الأجيال الآخذة بالإحساس بالرغبة في الإطاحة بكل شيء بعد أن وجدت في منطق الفوضى وقلب الطاولة ذاته سهماً ومنطقاً يجب أن يكون هو السبيل لإزاحة من أشاعوه بأنفسهم، مع انتفاء الحاجة حين اللحظة لوجود هذا النظام من قبل رعاته من خارج الحدود، لتجد مؤسسات الفوضى نفسها في مواجهة حقيقية ستحاول فيها استخدام كل ما بجعبتها من مقومات البقاء. ولكن إذا ما اجتمعت الإرادات المتصارعة على الإنهاء القسري فسيكون مشهد النهاية بالتأكيد كما الأنظمة السابقة، دموي بشع باهظ التكلفة بشريا وماديا، ليمسي فصلا يطوى في سجل ثنائية التناوب بين استبداد الاستقرار وفوضى الديمقراطية في العراق. نظام 2003 قد لا يختلف كثيرا المستقبل والحاضر فيه سوى الإغال في تقليم أظافر مؤسسات الدولة لتكون دولة ضعيفة هزيلة البنية، وإمبراطوريات سياسية بأذرع اقتصادية وإعلامية وعسكرية، وتعميم ثقافة الإحساس لدى الجمهور باستحالة مواجهة نظام الفوضى. في الوقت الذي تقود روسيا في سوتشي محادثات السوريين من أجل التسوية وتطرح نفسها في سوريا صانعة سلام، قال السفير الروسي لدى إسرائيل على القناة الإسرائيلية العاشرة مطمئنا الإسرائيليين أن أمن إسرائيل أولوية روسيا في سوريا، وهذا ما لم يشك فيه أحد منذ بداية الثورة السورية والتدخل الروسي فيها، بحسب الكاتب برهان غليون في مقال بصحيفة العرب الجديد. منذ ذلك الوقت لم تكف علاقات الطرفين الروسي والإسرائيلي عن التحسن على حساب جميع الأطراف الأخرى، وقد تجاوز التفاهم اليوم بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين أي تفاهم مع أي طرف من هذه الأطراف، بما فيها النظام السوري الذي من المفترض أن روسيا جاءت لدعمه بالدرجة الأولى. وتحول التنسيق بين الروسي والإسرائيليين لتجنب الصدام بين سلاحي جو البلدين في سماء سوريا،
إلى شراكة إقليمية وتخطيط مشترك لمستقبل سوريا في هذه المعادلة مكاسب بوتين أساسية، فهو لا يضمن بتحالفه مع الدولة الأكثر دلالا في العالم والمعفاة من احترام أي قانون أو التزام. اكتشف السوريون بعد ثورتهم المغدورة أن أمن إسرائيل أولوية أكثر في سياسة موسكو البوتينية دوديا. التغطية السياسية الكاملة لتفرده بتقرير مصير البلد المحتل فحسب، لكنه يكسب إلى جانبه حليفا مهما على الأرض وفي الميدان العسكري تجاه جميع الأطراف الأخرى بما فيها طهران، التي اعتقدت وقتا أن لديها ما يكفي من النفوذ والقوة متعددة الأشكال الناعمة والخشنة على الأرض لمنافسة موسكو على الأسبقية في تقرير مصير سوريا. ويود أن يضيف الكاتب، عندما يكون أمن إسرائيل أولوية روسية في سوريا فهذا يعني أنه أولوية للأسد الذي يعمل تحت أوامر الروس وفي حمايتهم. قانون القومية الإسرائيلي ودسترة الاستعمار الصهيوني، عنوان مقال للكاتب نمر سلطاني في القدس العربي. فقانون القومية هو نتاج قضيتين، الأولى إسرائيلية داخلية تمثلت بصعود نتنياهو وليبرمان إلى الحكم في منتصف التسعينات، والثانية عالمية تتمثل بتضعضع النظام العالمي السياسي والاقتصادي الذي تم وضع أسسه بعد الحرب العالمية. لفهم القانون الإسرائيلي الأخير في هذا السياق يجب التمييز بين النقاش الداخلي الإسرائيلي وبين رؤية عربية فلسطينية. الوعي الصهيوني المهيمن يعبر عن التناقض الداخلي على أنه تناقض بين العمل الديمقراطي والعمل اليهودي، ولذا يبدو القانون انتصارا لليهودية على الديمقراطية، ولكن هذا تعبير عن التناقض في الواقع في الوعي الصهيوني فحسب، وبالتالي هو ليس ضروريا التناقض الأساسي أو الحقيقي، ذلك أن حدود الوعي المهيمن ناتجة عن تمثيل الواقع عبر خطاب أيديولوجي، وهذا الخطاب يقوم بإخفاء بعض العوامل ويشوه الواقع ليستطيع الناس التعايش مع واقعهم. التناقض بين اليهودية والديمقراطية تناقض إسرائيلي داخلي بين المتدينين والعلمانيين، وبين الحقوقيين والشعبويين، وبين اليسار واليمين إلى آخره. المشروع الاستعماري متناقض لأن عليه أن يبرر نفسه ويعيد إنتاج نفسه عن طريق نفي الآخر الأصلاني وأحقيته بالوجود كجماعة سياسية ذات كيان سياسي، وهذا ضروري حتى لو كانت الدولة ديمقراطية. التناقض هو في الديمقراطية ما دامت استعمارية وفي اليهودية ما دامت استعمارية. الكاتب يضيف، هذا القانون هو عودة المقموع داخليا إلى ظاهر الوعي الإسرائيلي، وهو يعكس تصالح الصهيونية مع جذورها التي طالما حاولت إنكارها. نحو لبنان، الحريات في لبنان بدأت تتراجع منذ تسلم قادة الحرب الأهلية الحكم واقتسموه مستندين إلى تمثيلهم طوائفهم. أكثر من ذلك فهم انصرفوا إلى القطاع الخاص محاولين تطييفه، ونجحوا في ذلك 100% إلى حد بعيد. فصرنا نرى مظاهر غريبة عن سلوك المؤسسات الخاصة في مجتمع رأسمالي، بحسب الكاتب محمد علي فرحات في مقال له بصحيفة الحياة. الآن تبدو الزعامات اللبنانية أمام مرحلة مختلفة لجهة المتغيرات القائمة في سوريا، حيث استعاد النظام بعضا من قوامه الذي كان محطما، وحيث تراجعت المعارضة السياسية تحت وطأة عسكرة أخذت معظم الشعب السوري إلى فضاءات لا تعنيه، بحيث صار وطنه مجرد ساحة لقوى إقليمية ودولية، وتحولت التنظيمات العسكرية المعارضة في معظمها لفروع لتنظيمات إرهابية عابرة للحدود لا تهمها مصالح المواطن السوري العادي، إذ تراها محدودة القيمة أمام مشروع الدولة الإسلامية العالمية
والزعماء اللبنانيون المنقسمون في الموقف من سوريا لن يقدم لهم وضعها الجديد صورة واضحة تنعكس على صورتهم في الداخل، فكلا الطرفين في سوريا ضعيف وغير مؤهل لاستعادة التأثير في لبنان. إنها مرحلة فراغ للزعماء اللبنانيين، افتقدوا الدعم من الداخل السوري ولم يتأهلوا لإدخال قوى إقليمية ودولية في تفاصيل سلوكهم السياسي الذي طالما خابروه مع الوصي السوري وخبره معهم. ويضيف الكاتب: تراجع الحريات تكرس في تعاون الزعامات الجديدة للطوائف مع سلطة الوصاية الروسية التي تقاسمت معهم ثروات الشعب اللبناني وأدت دور القامع بالنيابة عنهم، والحال أن الجميع تعاون مع سلطة الوصاية وأن كان البعض تصادم معها لاحقا لأسباب إقليمية ودولية ولأسباب وطنية بحسب الكاتب. بعيدا كل البعد عن السياسة، ذكرت السلطات السنغافورية أنه تم تغريم رجل 9400 دولار لاحتفاظه ب 98 عنكبوتا ضخما في منزله. وأثار تام جيا مينغ بالغ من العمر 34 عاما الشكوك في البداية أثناء محاولته عبور الحدود بسيارته من ماليزيا إلى سنغافورة حسب ما ذكرت هيئة الهجرة ونقاط التفتيش. وعندما سأله مسؤول الهجرة قال تام أنه ليس لديه ما يكشف عنه، ومع ذلك فإن فحصا روتينيا للسيارة كشف عن 6 من العناكب الكبيرة التي يكسوها الشعر في حاويات بلاستيكية فردية داخل حقيبة على المقعد الخلفي للسيارة. متابعة ممتعة مع الكاريكاتور. إلى اللقاء.